السلام عليكم. دلوقتي هنشوف مع بعض ازاي نرسم على برنامج بريسكاد، وهو برنامج قريب جدا من السكتش اب. ابدا اقول انا عايز ابدا ارسم، بلاقي هنا اختيارات. كل امر من هنا جاي لي شويه اختيارات هنا، وبتشوف الحرف الكابيتال، يعني مثلا هنا حرف كابيتال اتش، فتدوس عليه فبيقول لك اكتب انت الارتفاع اللي انت عايزه وتبدا ترسم. دي الارضيه بتاعتك، وهو بيحط الارتفاع اهوت بالشكل دوت. طيب ممكن بعد كده مثلا عايز تحط شباك مثلا، فتيجي هنا تقول له انا عايز مثلا ويندوز، وتختار الويندوز اللي انت عايزها وتبدأ تحطها على الحيطة بالشكل دوت. ممكن بعد كده تيجي هنا تقول له انا عايز اغير في الماتيريال، فتحدد الحاجة اللي انت عايزها. ممكن تدوس تاب عشان تختار الواجهة دي مثلا اهو، واقول له مثلا انا عايز ده يبقى ايرث مثلا اهو، فيبدأ لون هنا. طيب انا عايز الحتة دي تبقى جراس بالشكل دوت، وهكذا. فتبدأ تدي ماتيريال للأشكال اللي انت عايزها. هنا بقى موضوع الليارات، هو اوتوماتيك بيعملها، تقدر تغير الليارات زي ما انت عايز. وهنا موضوع البروفايل، لو انت عايز ترسم اي بروفايل، ده الستاندرد اهوت. هو الستاندرد في حاجة خاصة بالشباك اهوت، تقدر تختار زي ما انت عايز، تختار مثلا البروفايل دوت وتبدأ ترسم. هو بيديك شكل 2D لو واخد بالك اهوت، وبعد كده زي ما انت تتحرك هو بيتحرك معاك. وتيجي مثلا تقول له بعد كده انا عايز الفيجوال ستايل، تبدأ تختار الستايل اللي انت عايزه، ده اكس راي، ده هيدن، رياليستيك سكتش، البرسبكتيف بتاعك قد ايه اهو، الكواليتي ده نورمال، لو انت بقى عايز حاجه هاي تقدر تعليها، بس طبعا ده هياخد جهد من الجهاز. هنا بقى لو انت عايز ترفع الحاجات على الكلاود، تقدر تيجي هنا وتكتب الايميل بتاعك والباسورد. طيب كل شكل من الاشكال اللي هنا تقدر ان انت تعمل عليه سيلكت. اول ما بتقرب منه بيديك ديت، بيقول لك الاريا قد ايه، الكلر قد ايه، اللير قد ايه. وهنا يقدر يقولك بقى خش على الجزء بتاع الموديل، فتقدر تعدل زي ما انت عايز، سوليد مثلا ان انت تعمل بيم كوبي، تقدر تعمل روتيت زي ما انت عايز، وليكن مثلا عايز تعمل سوليد اكسترود، فيبدأ يعمل لك اكسترود بالشكل دوت. طبعا بتدوس شيفت لو انت عايز تبقى تتحكم فيها اكتر اهوت. ممكن بعد كده تيجي مثلا هنا وتقول له انا عايز أو أعمل له مثلا روتيت، أقول لك بقى شوف أنت عايز تعمل روتيت إزاي، حاجة بالشكل دوت. هو لسه محافظ على الأوبننج بتاع الشباك، تمام. فزي ما أنت شايف البرنامج سهل جدا في إن أنت تتحكم فيه، وهتلاقي القوائم بتاعته سهلة، ممكن تقول له نيو، تفتح ملف جديد أوبن. من اخر ملفات الواحد شغال عليها صفحة الستارت بيج اهيت، ممكن تجيبها من هنا برضو. وممكن تقول له انا عايز اعمل سيف او سيف از، تعمل امبورت، ممكن تدخل ملف سكتش اب، ممكن تقول له انا عايز اعمل برنت الحاجة، ممكن عايز البروبرتيز الخصائص بتاعتها، ممكن تقول له لا ده انا عايز اعمل اوديت لو في اي مشاكل، نظف الملف بتاعك، ريكفر لو الملف خربان يقدر يرجعه، ريستور، ريكفر، بيرج لو في حاجة اتلغت وبس لسه واخدة من الرامات هو بيبدأ ينظفها، قائمة إيديت زي أي قائمة إيديت. هنا الفيو لو أنت عايز تعمل ريدو أو عايز ريال تايم أو تعمل زوم زي ما أنت عايز، الستاتس بار أي حاجة من دول عايز تظهرها ممكن تقول له الستاتس بار. كنترول زيرو بيبدأ يكبر الشاشة بحيث تركز على مساحة العمل لو انت معتمد على الاختصارات. هنا ممكن تحط بلوك مثلا او تنزل صورة معينة او تنزل هايبر لينك. هنا ممكن تبدأ تقول له انا عايز ابدأ اقيس مثلا ديستانس من هنا لهنا مثلا، فيبدأ يقول لك المسافة قد ايه. الاي دي كوردينيت، كل نقطة من دول يبدأ يجيب لك المعلومات الاكس وواي بتاعتها،
هنا عندك لو انت عايز ترسم لاين مثلا او جول لاين. ممكن الشكل ده بعد كده تيجي تعمل عليه سيلكت، تقدر تحرك النقط دي لو انت حابب. ممكن الشكل دوت تبدأ تقول له انا عايز اشتغل عليه، فتبدأ تقول له مثلا عايز اعمل له مثلا اكسترود او عايز اعدل فيه، فيبدأ يديك اوامر للتعديل زي ما انت شايف. وعندك اوامر خاصة بالسوليدز، ممكن تقول له انا عايز احط مثلا سلندر، فيبدأ يقول لك يديني مثلا نص قطر، فتقدر تكتبه وتقدر تقول له الارتفاع بتاعي بالشكل دوت اهوت. هنا في اوامر تعديل لو عندك اكتر من شكل عايز تكوكهم، عايز تغير فيهم زي ما انت عايز. دي اوامر الارينج، الموديفاي، عايز تعمل اوفست، سكيل، تريم زي ما انت عايز. هنا الويندوز الحاجات المفتوحه تقدر تعدل فيهم وتشغل زي ما انت عايز. عندنا امر اسمه سيكشن، قول ان انا عايز اعمل سيكشن اهوت. وتقدر تطلع زي ما انت عايز وتنزل. هنا ممكن تقول له بقى انا عايز اعمل روتيت للشكل، بس هو طبعا مش هيفرق كتير يعني. فأوامر سهلة ولذيذة وتقدر تتحكم فيها، وهنا تقدر تشوف المبنى من أكتر من اتجاه. زي ما انت عايز.